فن فنانينا أغنية جديدة. أغنية جديدة لقاءنا اليوم مع إيان حمادة. إيان بقدم لنا أغنيته الجديدة صفحات الماضي، تفاصيل بعد شوي. صفحات الماضي جمعتها وحرقتها أنا، أغلاطي كلها تحملتها تظهر انحنى، ندمان وبدي قلي إني كتير اشتقت لي، ندمان وبدي قلي إني كتير اشتقت لي، بوعد حالي امساكي بنسى وبرجع حنلك. إيان حمادة بأغنية جديدة، رح نعود طبعا ونسمعها من جديد كاملة كمان، بس بالأول نسلم على إيان نبارك له بالأغنية الجديدة. مرحبا إيان. تعرف فيك أخ شادي وجميع المستمعين، وكل عام وجميع بألف خير. كل عام وأنت بألف خير. عم بتحضر حالك للعيد؟ سمعنا في حفلات كتير بالعيد. صراحة شوي فترة ضغط، بس الحمد لله أهم شيء نبسط الناس تكون أجواء حلوة. الأجواء بتكون حلوة كتير. أكيد. إسمي بنحكي على الحفلات اللي راح تقدمها بالعيد، بس بالأول بنحكي عن أغنيتك الجديدة رومانسية هالمرة. ها أنت سبق قدمت أكثر من أغنية، بس هالمرة أغنية رومانسية. ليش بهالتوقيت؟ صفحات الماضي أغنية فيها إحساس عالي وأغنية حزينة شوي بصراحة، بس خلص أنا واعد مني لك راح أطلع أغنية كمان اللي تكون فرحة إيقاعية. لا بس كمان الأغنية أغنية حلوة، يعني حلو كمان فنان ينوع طبعا. لهذا اللون الأغنية أنا أخذت عليها كثير إقبال وكلام حلو. مع مين تعاونت؟ يعني فيها تعاون كان من كتبها؟ الأغنية من ألحاني، الكاتب الشاب سلمان غضبان صاحبي وعازف طبلة، هو كمان كتب لي أغنية أنا مشتاق، توزيع تامر حلبي دي جي انتنس اللي عنا كمان من البلد من جلسة كرميل. أغنية تعبنا عليها صراحة وكانت عنا في الخزائن زي ما بقوله تقريب السنة، يعني كنت محتفظ فيها وبعدين إسا بس طلعتها. فقررنا نطلعها وكمان إن شاء الله قريبا. حلو. بس ما صورت لها كليب؟ لا فيديو كليب ما صورت لها، قررنا نطلعها هيك زي ما هي، وقريب كمان راح طلع معها كم من وصلة اللي بيجوا مليمات لأجواء العيد، أجواء فرحة. حلو. عايش انت يعني حالة نشاط لحظات، يعني كنت امبارح بكسرة شفت حفلة فيها كتير ناس. الحمد لله كنت امبارح بقرية كسرة بوجه لهم تحية، كانت حفلة بتجنن. كنا انا والفنان إياد طنوس. إياد طنوس غنى وأنا غنيت بعديه، وكانت حفلة رائعة عن جد، أجواء بتجنن. أنت بعده يعني بقي الجمهور ولا روح؟ الجمهور بقي وكيف وزيادة. حلو. أنا شفت بالفيديو بالفيديو هاي، يعني بدأ الجميع يفوت ويتفرج، لأنه عن جد إشي مش سهل اليوم تطلع بعد فنان مثل إياد الغالي، يعني فنان كبير اليوم. وبرضه طلعت وكان أجواء رائعة، و زي ما بقوله ضربنا جول حلو. حلو. بتذكر انا يان انت بال 2017 جبت لنا اغنيه حلوه وكانت ناجحه، يعني من اول اغاني لك، وكانت كمان ناجحه. جمالك حير البلاد. جمالك حير البلاد كانت اول اغنيه لي، واخذت عنكم في السباق مكان اول. مزبوط. صحيح. بعد كمان قدمت كتير اغاني، شو كانت انجح اغنيه منهن؟ اغنيه انا مشتاق. أنا مشتاق. اللي هي لحن أغني معروف صح؟ هي لحن لحن يوناني معروف، يعني يوناني معروف. يا ويلي منها ما في استغني عنها، قلبي وروحي وعمري إلها، بحبك يا أحلى البنات، جمالك حير البلاد وحياتك بكفي عاد، جمالك حير البلاد. We'll be right back.
مبسوط من نجاح أغنيك تحلم بنجاح أكبر؟ طلع أنا بدي أقول لك شيء، السلم درجة درجة، وكفنان اللي ابتدأت تطلع أغنية اللي تجيب 30,000 مشاهدة كأول أغنية كان بالنسبة لي نجاح كثير مبسط منه، وإن شاء الله لقدام بعد كمان حلو. وكمان بالإضافة للأغاني الخاصة بشوفك نشيط جدا بالحفلات، بتقدم كثير حفلات بالفترة الأخيرة صح؟ حفلات الأعراس وحفلات المهرجانات، الساعة العيد بكرة عندي في قرية حرفيش كمان مهرجان عن طريق مفعلة بايس. حفلات العيد وين راح تكون؟ حفلات العيد أنا كنت بكسراء، عندي بحرفيش، بسجور، ببيت جن، وبالبقيعة. يعني تابعوا كل هالتفاصيل على صفحتك بالفيسبوك ولا انستغرام؟ عندي ولا على الفيسبوك، على الفيسبوك على الانستغرام، أنا بنزل دايما التواريخ وبنزل دايما الحفلات وين وكيف وليش وأي ساعات. حلو. وطبعا اللي بحب يتفرج، وكل كل الحفلات هاي الدخول عليها مجاني وللكل، يعني مفتوح للجميع. هذا كمان اشي حلو يعني. تستنى تقابل الجمهور والجمهور يقابلك بهالحفلات ها؟ بالنجاح راح تقدم لنا اشي خاص للجمهور؟ انا طبعا راح اغني لهم اغنية الخاصة وراح اعمل لهم جو لا يفرحوا بالعيد، وبتمنى لهم جميعا كل عام وهن بألف خير، وان شاء الله من عيد لعيد بنضل نشوف الكل ونفرح مع الكل ان شاء الله. ينعاد عليك وعلى الجميع، كل عام وانتم بخير. تسلم. خلينا نسمع الاغنية. الى اللقاء. يلا باي باي. الى اللقاء. باي باي. صفحات الماضي جمعتها وحرقتها انا، أغلاطي كلها تحملتها تظهر انحنى، ندمان وبدي قلي إني كتير اشتقت لي، ندمان وبدي قلي إني كتير اشتقت لي، بوعد حالي امساكي بنسى وبرجع حنلك. مش عم صدق شو عم شوف، دقيت قلبي بسيوف، بارح نادون عالشاق صرنا اليوم اتنين ضيوف. مش عم صدق شو عم شوف، دقيت قلبي بسيوف، بارح نادون عالشاق صرنا اليوم اتنين ضيوف، صرنا اليوم اتنين ضيوف. احنا مع لقاء فنانينا ايان حمادة بغني الاغنية من كلمات سلمان غضبان، الحن ايان حمادة وتوزيع تامر حلبي. الاغنية كمان بتشارك ضمن اغاني السباق فن فنانينا يوم الاربعاء، نشوف الاغنية لوين رح توصل. فتشاركوا طبعا بالتصويت، فوتوا على صفحة فن فنانينا بالفيسبوك. دمعت العين نشفتها ما شفتك انا، دقات القلب وقفت ما دقت الهنا، موجوع وبدي احكي، مجروح وبدي اشكي، موجوع وبدي احكي، مجروح وبدي اشكي، يوم اللي قررت تفلي فلت معك الضحكة. مش عم صدق شو عم شوف، دقيت قلبي بسيوف، بارح نادون عالشاق صرنا اليوم اتنين ضيوف. مش عم صدق شو عم شوف، دقيت قلبي بسيوف، بارح نادون عالشاق صرنا اليوم اتنين ضيوف، صرنا اليوم اتنين ضيوف.